السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تاسع؟ اليوم إن شاء الله درس جديد من مادة الجغرافيا بعنوان الوضع المائي في العالم، صفحة 43. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولنتعرف على الدرس. أول نقطة سنتعرف عليها اليوم هي التساقط المطري في العالم. التساقط المطري في العالم، طبعاً كلنا نعلم أن الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه على كوكب الأرض. نحن نأخذ المياه كمصدر من الأمطار، ومن ثم طبعا تنقسم المياه إلى جريان سطحي، ممكن تبخر وغيره، ولكن المصدر الرئيسي للمياه هو الأمطار. الأمطار لا تهطل بانتظام. ما هي مشكلة الأمطار؟ أنها لا تهطل بانتظام، من حيث طبعا الزمان، أول السنة آخر السنة، من أمطار شتوية أمطار صيفية، المكان، قرب خط الاستواء، بعد خط الاستواء، وهذه الأمور طبعا، و يعني بشكل مختلف، في عدة مناطق من العالم. كما قلت خط الاستواء كمان له علاقة قوية في هذا الموضوع. طبعا يوجد لدينا مناطق رطبة مثل الجزء الأعظم أو الأكبر من الأمريكيتين، شمال قارتي أوروبا وآسيا، ومناطق أخرى طبعا فيها سقوط الأمطار يعني ضعيف أو نادر مثل شمال إفريقيا. لاحظ هنا يا مس الشكل لديكم صفحة 43، شكل 2-13. كميات الأمطار لاحظ هنا عند آسيا، طبعا هنا التساقط، الأزرق هو التساقط، الأحمر هو التبخر، أما الأخضر هو الجريان السطحي. ما هو أعلى نسبة تساقط؟ هي آسيا، ومن ثم أمريكا الجنوبية. طيب من الأقل؟ من الأقل هي أوقيانوسيا التي عند أستراليا، القارة الأوقيانوسية، وهنا هنا أقل شيء طبعا عندهم جريان سطحي عند أفريقيا. إذا أعلى نسبة للقارات هي ماذا؟ هي آسيا. ننتقل إلى الوضع المائي عالميا. طبعا بالنسبة للموارد المائية يوجد عليها طلب كبير جدا، وخصوصا على المياه العذبة من الموارد المائية المتوفرة. طبعا لماذا يوجد طلب كبير جدا؟ بسبب شيئين، الظروف الطبيعية والظروف البشرية. بالنسبة للظروف الطبيعية يوجد لدينا نقص بالأمطار، هي واحد. اثنين، عدم توزع الأمطار بانتظام. نقص الأمطار، ندرة في تواجد الأمطار، وأيضا عدم توزع الأمطار بانتظام كما قلنا في بداية الدرس. أما بالنسبة للظروف البشرية هي واحد، زيادة أعداد السكان، يعني نسبة أعداد السكان تفوق نسبة المياه الموجودة. اثنين، نقص الخبرات وغياب التدريب التقني للمحافظة والمؤسسي طبعا للمحافظة على المياه وهذه الأمور. وأخيرا ضعف الإدارة الحكيمة للموارد المائية، مما يؤدي إلى قلة إمكانية الحصول على المياه النظيفة. لاحظ هنا الشكل لديكم صفحة 44، شكل 2-14، توزيع المياه العذبة في العالم. لاحظ هنا الكموني تقريبا، هذا هنا الأصفر الغامق أكثر شيء، هنا عجز. لاحظ في هذه المناطق عند الأردن، عند آسيا، جزء من أفريقيا، هذه ماذا؟ مناطق يوجد فيها عجز، هنا ضعف، ضغط، عفوا ضغط، يعني يعني سيصبح لديها عجز فيما قريب والحرج. أما بالنسبة للآمن هي الألوان الزرقاء، لاحظ هنا الألوان الزرقاء في الأمريكيتين، عند أقيانوسيا، هنا عند أوروبا تقريبا. ننتقل إلى مؤشرات مشكلة المياه العالمية. أولا، ارتفاع معدل الاستهلاك، ارتفاع معدل الاستهلاك بما يعادل ضعف معدل الزيادة السكانية، أي أن الزيادة السكانية مضاعفة بالنسبة للمياه الموجودة، أي أن نسبة المياه ماذا؟ قليلة جدا بالنسبة للزيادة السكانية. انخفاض نسبة المياه نتيجة الإفراط في استعماله،
يعني نستعمله بإفراط، مثلا ضخ المياه الجوفية للري والشرب، مما أدى إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية الموجودة لدينا. أيضا ما أجبر السكان على استخدام مياه ذات نوعية رديئة للشرب، مثل مناطق في أفريقيا يشربون المياه الغير صالحة للشرب. تخلص المواد النامية من المياه العادمة دون معالجتها، أي أن المياه الدول النامية تتخلص من المياه العادمة، أي المياه الغير صالحة للشرب، المياه الغير صالحة أصلا، فهي لا تعالجها، إنما إيش؟ تتخلص منها، ولكن يجب عليها معالجتها. أيضا يفتقر 1.1 مليار نسمة، أي سدس سكان العالم، للمياه الصالحة، يعني ليس لديهم مياه صالحة، تقريبا 40% من السكان. وأيضا 40% من السكان يفتقدون خدمات الصرف الصحي، يعني خدمات صرف المياه بطريقة صحيحة، بطريقة نظيفة. يقضي 6000 طفل تقريبا يوميا بسبب الأمراض الناتجة عن المياه غير المؤمنة، أي أن الأطفال يموتون بسبب المياه الغير صالحة. يتسبب تلوث المياه وعدم توافر خدمات الصرف الصحي بماذا؟ نسبة تقريبا 80% من الأمراض في العالم. يعني لاحظ هنا عزيز الطالب، يعني أهمية المياه في حياتنا بشكل كبير جدا، هي مهمة جدا جدا، بالأمراض، بالموت، يعني هي مشكلة بسيطة، يمكن شغلة عدم صلاحيتها، ولكن يجب علينا معالجتها بشكل مستمر والحفاظ على نظافة المياه وعدم التفريط فيها. ننتقل إلى اقتراحات لتخفيف من مشكلة المياه عالميا. أولا، استخدام التقنيات الحديثة والموارد البديلة، يعني يجب على كل الدول أن تستخدم استراتيجية معينة للمحافظة على المياه وعلى أمنها المائي في ظل ندرة المياه الحاصل الآن. ثانيا، حفر الآبار الارتوازية، بناء السدود، الاستفادة القصوى من المياه الجوفية من الأمطار طبعا لضمان الأمان المائي. ثلاثة، وضع قوانين صارمة وملزمة للدول والأفراد، لماذا؟ للمحافظة على المياه ولمكافحة التلوث والحد من الإضرار في المياه، سواء كان إنه إحنا بنفرط باستخدام المياه أو إنه إحنا بنلوثها. وأيضا معالجة المياه المستهلكة وتدويرها، إقامة مراكز تطوير للموارد المائية، إعداد الكوادر الوطنية، الاستفادة من الخبرات العالمية. أيضا كمان استخدام التقنيات الحديثة والموارد البديلة، مثل ماذا؟ أذكر عزيزي الطالب، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية السليمة، يمكن أن نستخدمها كبديل للمياه. بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم يا تاسع، بارك الله فيكم ويعطيكم العافية.